استاذ صلاح موجود؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. استاذ صلاح من منيا ولا استاذ صلاح منين؟ من المنوفيه يا فندم. منوفيه، اتفضل يا استاذ صلاح. دكتور عمرو والله بنحبك في الله قوي والله العظيم، ربنا يحفظك يا حبيب قلبي. وعندي بنتي لازم اتابع حضرتك وبترجو انك تدعي لها من بعد اذنك يعني. يا رب ربنا يوسع عليها وييسر لها امرها ويوسع لها رزقها ويرزقها رزقا حسنا بغير حول منها ولا قوه، ويفتح عليها ويجعلها في راحه بال وفي انشراح صدر على الدوام يا رب العالمين. الله عليك يا دكتور، ربنا ما يحرمناش من دعائك الحلو يا رب. الله يعزك يا حبيبي. معلش سؤال واحد بس بعد اذن حضرتك. انا كنت تعبان يوم الخميس شويه فرحت للدكتور. بعد الشر عليك، ربنا يخليك يا حبيبي. فاختي الكبيره بتتصل بيا عايزه تيجي تزورني، خايفه عليا، فالمهم اقسمت عليها بالله انها ما تجيلي. وبعد حوالي ساعتين ثلاثه لقيتها جت فعلا قدام الباب، فتحت الباب ودخلت يعني. ده فاحنا كده ايه، قال كده عليا كفاره. انت حلفت بايه؟ قلت لها والله ما انت جايه يا حاج. طيب قلت لها والله ما انت جايه، انا بس خايف عليها والله عشان السلم وكده يعني. انت قلت لها والله ما انت جايه مطلقا؟ لو كنت قلت لها والله ما انت تيجي ومش عايز، لو قلت لها تفصيله ثانيه ما كنتش هيبقى علينا كفاره يمين، بس انت قلت لها والله ما انت جايه فجت. ايوه، فانت علقت على المجيء فهي جت، فيبقى تطعم 10 مساكين. ده لازم ومفيش اي حاجه. لا ومفيش اي حاجه، مفيش اي حاجه تتعلق بعلاقتك الزوجيه بزوجتك. طب انا بقول كده ليه؟ عشان الناس كتيره بتفتكر ان اي حلفان بيروح سارح على الجواز. لا، انت بس هتطعم 10 مساكين، و10 مساكين ممكن تديها فلوس للناس. خلاص؟